يقول الإمام البصيري رحمه الله ورضي عنه: وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدم. الشد الإحكام، والسغب الجوع، والأحشاء جمع حشى وهو من طوت عليه الضلوع، والكشح الخاصرة، وقيل ما بين الخاصرة إلى الضلع، ومترف الأدم أي ناعم الجلد. والمعنى: كما ظلم سنة من قام الليالي متهجدا بين يدي ربه تعالى، كذلك ظلم سنة من شد من الجوع بطنه الشريف ووضع الحجارة القاسية الصماء على تلك البشرة الناعمة التي كانت ناعمة لا بسبب أكل كثير وأطعمة متنوعة، بل بجود إلهي وخصوصية ربانية وعناية سابقة، إذ غالب من يقلل الأكل أن ييبس جلده ويظهر عظمه، وهو صلى الله عليه وسلم لم يزده ذلك إلا نعومة وجمالا. ومعنى ظلمه للسنة حيث لم يكن على هذه الحال من الاقتداء بسيد الرجال صلى الله عليه وسلم الذي كان يشد الحجر على بطنه من الجوع. ففي مسند الإمام أحمد رضي الله عنه عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم وهم يحفرون الخندق ثلاثا لم يذق طعاما، فقالوا: يا رسول الله، إنها هنا كدية من الجبل قد عجزت معاولنا عنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورشوها بالماء. فرشوها، ثم جاء صلوات ربي وسلامه عليه فأخذ المعول ثم قال: بسم الله، فضرب ثلاثا فصارت كثيبا. قال سيدنا جابر: فحانت مني التفاتة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شد على بطنه حجرا. وفي شفاء القاضي عياض عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: لم يمتلئ جوف النبي صلى الله عليه وسلم شبعا قط، ولم يبث شكوى إلى أحد، وكانت الفاقة أحب إليه من الغنى، وإن كان ليظل جائعا يلتوي طول ليلته من الجوع، فلا يمنعه صيام يومه، ولو شاء سأل ربه جميع كنوز الأرض وثمارها ورغد عيشها، ولقد كنت أبكي رحمة له مما أرى به من الجوع وأقول: نفسي لك الفداء لو تبلغت من الدنيا بما يقوتك. فيقول: يا عائشة، مالي وللدنيا، إخواني من أولي العزم من الرسل صبروا على ما هو أشد من هذا، فمضوا على حالهم، فقدموا على ربهم فأكرم مآبهم وأجزل ثوابهم، فأجدني أستحيي إن ترفهت في معيشتي أن يقصر بي غدا دونهم، وما من شيء هو أحب إلي من اللحوق بإخواني وأخلائي. ولما ذكر الناظم رحمه الله تعالى جوعه صلى الله عليه وسلم، خاف أن يتوهم أن سبب ذلك هو الفاقة والفقر، مع أن الله تعالى قال: ووجدك عائلا فأغنى، فدفع هذا التوهم بقوله: وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم.